السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال كاجي 700 ام. واليوم اولا كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم على الفيديو اللي قبل، تقريبا جاب واحد نسبه المشاهده اللي هي الدوبل، وهادشي باش نعرفوا كاملين الحقيقه ديال الدري اللي تعرض لواحد العمليه اللي هي عجيبه وغريبه في الانترنت ديالنا المغربي واللي كيعرفها الانترنت الغربي، واللي هي كما قلنا في الفيديو السابق الهوكس نتاع الانترنت. وعندي لكم واحد التوضيحات جايه من صاحب يعني المعني بالامر بعد الفيديوهات بجوج، والصراحه اللي بغيت نتوخاه هو انه المعلومات اللي كنشر معكم انهم يكونوا مضبوطين، يكونوا يعني اكوريت كما نقولوا، يكونوا دقيقين وما فيهمش الكذوب نهائيا. ما يمكنش نكذب على الجمهور ديالنا اللي كيشوفونا دابا حاليا. فهضرت مع السيد عطاني دي زوديو ديالو اللي قال لي ما تدوزهمش، هضر باسمي وشكرني على هاد الفيديوهات، وشكركم حتى نتوما حيت عرفتوا هاد الحقيقه ووقفتوا معاه كما نقولوا ضد هادوك الناس اللي هما شي وحدين فيهم عارفين شي وحدين فيهم ما عارفينش، ولكن نسبهم المشاهده ديالهم وانتشار ديال الخبر الكاذب كما قلنا اضعاف اضعاف، وفايتين حنا بزاف، ولكن حنا غير بهذاك الليفي القلال غير بداك الشويه اللي عندنا. المهم الحقيقه كتبان في الاخر، شي ان الحق يبان واخا يكون ضعيف، يعني احسن من انه نبقاو ساكتين حتى شي واحد ما يعاونو في هذه المحنه ديالو. فشكرا لكم بزاف. بالنسبه دابا نبداو في المعلومات اللي كانوا غالطين، يعني درت واحد الاسامبشنز كما نقولوا، درت واحد الفرضيات، ولكن دوك الفرضيات شي وحدين فيهم كانوا غالطين. وشكون اللي صحح لي الفرضيات؟ المعني بالامر نيش، حيت ملي لحت معاكم الفيديو ما جيتش ولحتو بيبليك، لحتو انليستد نون ريبيرتوري واقيلا بالفرنسي، يعني الناس اللي عندهم الرابط بالفيديو هما اللي قدروا يشوفوه. ومشيت عطيتو الرابط ديال الفيديو حتى شافوه هو كامل، قال لي ها اللي صحيحه عندك فراي وها اللي غلطه خاصك تصححها في الفيديو الثاني من الجزء الثاني. دونك هذا الفيديو هذا اذا هذا الفيديو هذا الجزء ديالو الثاني كان بلاني غادي ندير فيديو ثاني، ماشي كونتنت ميلكين كما نقولوا، ماشي كنحلب زعما الكونتنت، يعني حيت كاينين شي يوتيوبرز اللي الا صدقات لهم واحد الحاجه كيبداو يعاودوها باش يجيبوا عاوتاني الزوار ديالهم، ولكن هادشي لا. الجزء الثاني كان بلاني قبل ما نعرفكم نتوما واش غادي تفاعلوا مع هذا الموضوع بشكل اللي هو مزيان ولا لا. هذه وحده بالنسبه يعني شنو اللي كان غلط. غادي نجيب لكم ورقه، انا ما حافظتش هذا القال بروج ولا كما قلنا التصويره ديالو كما قال لي هو خداها، ديك التصويره خداها 7 سنين، هذه في 2013. في 2013 كما كنعرفوا جميع ما كانتش لعبه فري فاير، ما كانش علاش غادي نوض الصداع، ما كانش علاش غادي نوض هذا الخبر، حتى مورا 4 سنين من مورا ان داك الدري خدا ديك الصوره. في 2017 عاد فري فاير واز ريليست، عاد تلاحظت شي حاجه سميتها فري فاير للعالم. ديك الساعه في ديك الوقيته ملي تخادت هذيك التصويره راه ما كان لا فري فاير لا والو، هذه واحد يعني باش تعرفوا بلي هادشي غير كذبه وهادشي غير داكشي مزور، وان داكشي ما وقعش اصلا، الخبر كاذب ومزيف. بالنسبه لي يعني امتاش شنو غادي يوقع، يعني كيفاش غتخاد هاد الفيديو تخاد هاد التصويره وتحول يعني لهذا الخبر اللي هو هوكس. كان داكشي بار ايطاب كما نقولوا في الفيديو اللي نشرت معكم سابقا، 7 مارس يعني البدو ديال الكونفينمون، يعني البدو ديال 2020 كما قال لي السيد مول الصوره، خداو شي ناس تصويرتو هو لاحظ تصويرتو هو صغير عادي، كنا كنديروها في كاين شي ناس كيديروها في انترنت فيسبوك كيلوحو تصاورهم ديال الطفوله عادي، هما مشاو تيليشارجيو تصاورهم شي ناس ما معروفينش يوزرز كيضحكوا بيناتهم، صايب بداو كيصايبو عليه ميمز ديال فري فاير، ميمز يعني الطاولات كما نسميوها باللغه الشعبيه ديالنا، بداو كيطاوليو عليه بيناتهم، وداكشي انتشر والصوره انتشرت لواحد الاشهر من بعد بردات القضيه. نساو الميم تيمبليت كيتسمى، يعني الخاوي كيسميوه بالعربيه الخاوي ديال الطاول، يعني الميم تيمبليت بردات، ومن بعد ملي بردات هاد الميم تيمبليت شي واحد ما معروفش الهويه وما عرفوش مولاه باش انه يتابعو قضائيا، ما عرفوش شكون هو، مشى لاحظ هاد التصويره وكتب عليه هاد الهضره. دابا كاينين جوج ديال
كاين جوج ديال الفرضيات، اما خونا لاح هاد التصويره ديال السيد، هاد الشخص اللي ما معروفش وكتب عليه هاد الشيء باش انه يضحك، وهاد الشيء يعني لاح بدا هاد السيريه ديال الدومينوز اللي اللي بداو كيطيحوا صفحه مورا صفحه كتيق هاد الخبر، يعني بدا هاد السلسله ديال ان الدومينوز يبقاو يطيحوا بالواحد بالواحد، راك فهمتوني شنو بغيت نقول. وثانيا ان الفرضيه ديال انه هو بغا ينشر هاد الاشاعه، عنده شي مصلحه في انه ينشر هاد الاشاعه، يعني لاح وكان متاكد بلي الناس خاصهم غير فاش يكتبوا خاصهم غير فاش يتلاهاو، لاح يعني بدا هاد الاشاعه علاش ما نعرف واش شي فونديتا، يعني بغا ينتقم من هذاك السيد ولا شي حاجه. المهم بدا هاد القضيه وصافي. دابا بالنسبه للدري شنو كيطالب من هادشي كامل، خداو ليه تصويرات الطفوله ديالو، عطاوه واحد الهذا، واحد الجرم ما ارتكبوش، بدا كيتنشر بواحد الصفه خياليه في الانترنت ديال المغربي، شنو خصو يدير؟ هو بغا شي ناس اللي هما فاهمين في القانون مزيان يتواصلوا معاه في البريفي. نحط لكم البروفيل ديالو عاوتاني في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو، انكم تعطيوه نصائح صافي. يعني هو ما باغيش يعني يدير تصريح، لان للاسف ماشي كاع جميع الناس يقدروا هكا يهضروا قدام الكاميرا، يعني هو ما بغاش، يعني هذاك الراي الشخصي ديالو، هو حر انه ما يدير لا تصريح لا والو، ما بغاش يدير تصريح، ما بغاش يخرج يقول لهم انا مولا التويره وما داير والو، ما بغاش يهضر. عاديه من حقه. وكيما نقولوا شو كنت باغي نقول اخر شي حاجه كنت باغي نقولها نسيتها. مشكله هادشي اللي كاين واقيلا. هو لاح ليا هاد الهضره هادي كاوديو، ولكن قال لي هضر باسمي، ما بغيتش كشت دوز اوديو كما قلنا من حقه. بالنسبه لصحابو، يعني لونتوراج ديالو الصغير، حيت كل شخص عنده اونتوراج صغير اللي هو الناس اللي دايرين به القرار، وكاين لونتوراج الكبير اللي زادو كبروا هاد الناس بالانترنيت عليه. هو بالنسبه لونتوراج صغير كما كنت قلت سابقا في ذاك الفيديو، الناس ما كتظلموش، يعني صحابو ماشي كيمشيو كيقولوا ليه انت درتي انت فلان وكيشيروا التهمه ليه، بل بالعكس هما عارفين بلي داك الشيء غير ضحك بيناتهم، داك الشيء غير واحد الميم اللي هو ولا كنسميوه الطاول اللي كبر، يعني خرج اوت اوف هاند، يعني اكسبلودد كما نقولوا، وينت فايرال، حيت شي حاجه شي لحتيهم في الانترنت كيكون بالزهر، يعني بالزهر انهم كينتشروا صافي، كيخرجوا من الاطار ديال التحكم ديالك صافي، كيمشيو واحد اتجاه اخر، اتجاه اللي هو بعيد عليكم، زعما ما عمركم تخيلتوا انه وصلت لديك الدرجه. ففوالا صحابو عارفين بلي هي كتنزو عليه، عارفين يعني بلي هادشي غير تطليعه كما نقولوا تطليعه كبيره، ولكن خاصنا ضروري ان الى يعني الى التطليعه كبرات بزاف خاصو عليه يخرج يوضح، يعني هو ماشي متضرر كما نقولوا، كما كاين يحسبني انا ماشي يكون شي ضعف فيه وقال ليه انت درتيها وانت فلان، ولكن واخا هكاك خاصنا نشرحوا للناس اشنو كاين، حيتاش اكتشفت من التعاليق بلي شي واحد ينتقم فريق بهاد القضيه وبهاد الخبر، كيفاش ان شخص يقدر يقتل الام ديالو على هاد الحاجه اللي هي بسيطه بزاف، هادشي ما كاينش يعني. ونتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو حتى هي الجزء الثاني، كما قلت لكم راه ماشي كونتنت ميلكين، كان بلاني. ونتلاقاو في فيديو جديد ديال كاجي 700 ام. شكرا بزاف على المتابعه.